أقيم في كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس بعمان قداس إلهي احتفالي بمناسبة منح المناولة المقدسة لأبناء الرعية، وشكر وتكريم للمطران مار ساويروس ملكي مراد على خدمته الأسقفية طوال 22 عاما الماضية. إلى التفاصيل. ترأس المطران مار ساويروس ملكي مراد النائب البطريركي للسريان الأرثوذكس في الأراضي المقدسة القداس الاحتفالي بمنح المناولة المقدسة لأبناء الكنيسة السريانية في الأردن في كنيسة مار إفرام للسريان الأرثوذكس بمنطقة الصويفية بعمان. عاونه فيه كاهن الرعية الأب بنيامين شمعون وشمامسة الكنيسة، وسط حضور أعضاء جمعية السريان الخيرية وعدد كبير من أبناء الرعية والإخوة المهجرين العراقيين. وفي عظة القداس تحدث سيادته عن المناولة المقدسة وقال: إنه اليوم سعيد جدا بخدمته القداس الإلهي مع أحبته في عمان، موضحا دور المناولة المقدسة في حياة الأطفال وتنشئتهم على محبة الكنيسة والأسرار المقدسة. وأوصى سيادته الأهل بأن يهتموا بأطفالهم ولا يحرموهم من نعمة الكنيسة. فنحن سعداء اليوم أن نرى أمامنا في الكنيسة هذه المجموعة المباركة من الأطفال الأبرياء، الأطفال الذين تقدموا بنفس نقية وهمة عالية وأصبحوا مثل الملائكة بلباسهم، واقفين وجالسين أمام المذبح المقدس لكي يتقدموا بشوق ويتناولوا جسد الرب يسوع ودمه الأقدسين. وكما تعرفون في كنيستنا السريانية الأرثوذكسية المقدسة هذا الاحتفال نسميه المناولة الاحتفالية ولا نسميه مناولة أولى، لأننا عندما نعمد الأطفال في جرن المعمودية نعطيهم أربعة أسرار: سر المعمودية وسر الميرون المقدس والقربان المقدس، وطبعا التوبة والاعتراف. هم أطفال صغار يكونون، إنما يمارسون التوبة والاعتراف عندما يكبرون. كما ألقى الأب شمعون كلمة مهنئا بها الأطفال المحتفلين، شاكرا لسيادة المطران على ترأسه القداس الاحتفالي وعلى خدمته في الأراضي المقدسة التي دامت 22 عاما شاهد الجميع فيها محبة عميقة وتضحية كبيرة في خدمة الكنيسة وشعب المسيح. حاولنا نزرع بذرة محبة الكنيسة في داخل قلوبهم حتى من يكبروا ويشعروا دائما. اليوم هم أفراد، بعد أيام بعد سنين راح يصيروا عوائل، فنريد دائما يكونوا قريبين من الكنيسة من بيت ربنا. زرعنا هالبذرة ونحن نطالب بعدين عوائلا في أنه يسقوا هالبذرة وينموها أكثر. بخصوص سيدنا صاحب النيافة، يعز علينا نحن اليوم نودعه، نحن بالحقيقة نكرمه لأنه هو خدم لمدة 22 سنة في هالأبرشية بكل محبة بكل عطاء بكل نكران ذات، وبالحقيقة قدم كل ما عنده، ونحن اليوم ما نودعه، نحن اليوم نكرمه ونقول له شكرا سيدنا على خدماتك، وربنا يوفقك في حياتك الجديدة، وربنا يكون معه في كل خطوة من خطوات حياته. وفي ختام القداس قدم السيد جورج هزو رئيس جمعية السريان الخيرية في الأردن نيابة عن أعضاء الجمعية درعا تكريميا لسيادته على كل الجهود التي بذلها خلال الأعوام الماضية في الخدمة الصالحة. نشكر كل الذين
دعموني خلال فترة خدمتي لهذه الأبرشية القدس وبيت لحم والأردن وسيادة المقدسة لمدة 22 سنة، وكانت خدمة حافلة بالنشاطات الروحية وتقدم المؤمنين في الإيمان وفي النعمة والقامة أمام الله وأمام الناس، وإن شاء الله تكون فترة مقبولة قدام ربنا يتقبلها ويعطينا أن نكمل معه هذه الخدمة الإسقفية والمطرانية في مكان آخر من العالم. لذلك نتمنى لهذه الأبرشية كل التقدم والنجاح والازدهار، ونشكر نورسات ونتمنى لها الصحة والعافية والنجاح لكل المسؤولين ولكل العاملين ولكل الأعضاء، وربنا يحفظكم ويجعلكم دائما نورا على الأرض ونورا في السماء، تنقلون كل احتفالات الدينية والرسمية والقداسيس والصلوات لكل شعبنا المسيحي المنتشر في كل عالم، فنشكركم وربنا يكون معكم دائما. من ثم التأم الجميع لقاعة الكنيسة للاحتفال بالأطفال المحتفلين بالمناولة ولوداع سيادة المطران ساويريوس، متمنين له دوام الصحة والعافية والخدمة الصالحة في مهمته الجديدة.